أسمع هنا وهناك البعض يحاول أن يطلق إشاعات بتأجيل الانتخابات. أؤكد لكم ومن خلالكم إلى كل جمهورنا، لا صحة لهذه الإدعاءات، لا تأجيل للانتخابات. الانتخابات دستورية وقانونية، وتم تحديد موعدها في قانون الانتخابات ومن خلال التصويت عليها في مجلس الوزراء. الانتخابات في موعدها 18/12، لا تأجيل للانتخابات. وكل الكلام اللي تسمعونه هو من ناس تحاول تشويش أو إحباط الناخبين والتشويش على المرشحين، لا صحة لذلك. لم يفتح أي نقاش سياسي على تأجيل الانتخابات، على العكس، هنالك إصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، لأن لا قيمة لأي انتخابات إذا هاي الانتخابات أو غيرها تتأجل، الأخرى وراها هم ما راح يصير التزام بالمواعيد الدستورية، وبعد لا يوجد موعد دستوري حاكم. هذا التجمع المبارك له أهمية، لأنه ينعقد في ظروف حساسة وصعبة يعيشها أهلنا في فلسطين المحتلة، فهو قبل أن يكون داعماً لمرشح عشيرة البعل الجاسم، هو وقفة تضامنية ومساندة وداعمة لنضال الشعب الفلسطيني البطل في كفاحه ضد الاحتلال الصهيوني. إن القضية الفلسطينية وهي قضية كل الأمة والعرب، وإن دماء الشهداء الزكية التي سقطت في غزة الحبيبة هي دماء غالية على قلوب جميع العراقيين. ومن هذا المكان وفي وسط هذا الجمع المبارك ندين ونستنكر هذه الأفعال الهمجية والبعيدة كل البعد عن المعاني الإنسانية والألفة والمحبة، كما إنها انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان.